شاب أيضا من الجزائر، مر تقريبا بنفس المرحلة التي مر بها السائل الأول، فهو يذكر جملة من المعاصي ارتكبها، والآن ندم ندما شديدا، وحتى فكر حسب ما يذكر في رسالته في الانتحار من هول ما وقع فيه من الأخطاء. ويسألكم عن التوبة شيخ صالح، هل تقبل رغم أيضا من ذنبك ما يصفه؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فأمر بالتوبة والإنابة، ووعد بأنه يغفر الذنوب جميعا، ونهى عن القنوط من رحمته، وأن الإنسان يظن أن ذنبه لا تكفره التوبة أو لا يغفره الله، فإن هذا من الشيطان. الشيطان هو الذي يوقع الإنسان في الذنب ويزينه له، ثم بعد ذلك يأتيه ويقنطه من رحمة الله ويقول له: ليس لك توبة، حتى يضايقه، وربما ينتهي أمره إلى ما ذكر السائل من أنه يقتل نفسه، فيقع في محذور آخر وكبيرة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقتل نفسه بحديدة أنه يعذب بحديدته في نار جهنم، يجأ بها نفسه، يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم. ومن تردى من جبل فمات فإنه يتردى في جهنم، ومن تحسى سما ومات فإنه يتحسى سمه في نار جهنم. فالحاصل أن قتل الإنسان لنفسه جريمة عظيمة ولا يجوز، عظيمة ولا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه لأي تضايق يصيبه في هذه الدنيا، بل عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره. أما قضية أنه حصل منه ذنوب فعليه أن يتوب منها، والله غفور رحيم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفار إذا تابوا غفر الله لهم ما قد سلف من الكفر والشرك والإلحاد وقتال المسلمين إلى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الأخ السائل أن يتوب إلى الله، وأن يحسن الظن بالله، وأن يبشر بالخير، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أنه يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين ويعفو عن السيئات. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.